هنا السلام عليكم، هنا الفرق بينها وبين لأن كثير من الأصدقاء تفرجوا على اليوتيوب في فيديوهات، قالوا لي اجعل لنا فيديو بالتفصيل الممل. أنا أريكم بطريقة مبسطة مبسطة جدا. الذين لا يعرفون هذه الرافعة البلوتوث، بسم الله، بينها وبين بينها وبين الرافعة العادية، أي ليست بلوتوث، ليس فيها قابس الكهرباء وهو بريزموف، لا يوجد، انظروا هنا، هذا هو الاختلاف الواحد بين البلوتوث والعادية. معنى ذلك عندما تريد أن تذهب تعمل فوق تطفئ الكونتاكت هنا، تطفئها فقط وتصعد بهذه وتجعل اف ويت، تنتظر حتى تبرمج نفسها وتجعل اف ويت فقط، هذا ما كي يعمل لك هذا الفليش والكابل، هذا ما فقط. هنا الازرار تعليبر من 30 طن حتى 300 طن او اكثر، رايتها نفسها لم يتغير شيء. في هذه الرافعه الجديده غيروا في هذا الطابلو، رجعوه جعلوه رمادي حامق هو، وهذا وخلاص، هذا هو فيما فيها. هنا هذه عندما تولي مثل هنا، تعرفون كيف هاي طروا، معنى ذلك اوتوماتيك تغير الاخر وحدها. وعندما تكون مانيال تاتي هنا تطروا طروا، اذا وجدت هنا كات تروا تروا كات كات سانك سانك، معنى خمسة خمسة، معنى ذلك ريجيم لا بأس به. إذا كانت مثل هنا أربعة وهنا ثلاثة، معنى أنك لأن هنا أنت تجعل الفيتاس تاعك وهنا تعال الرافعة وهنا ريجيم أنت تاعك، لذلك تستطيع أن تغير. هاي هنا هاي جعلتها اثنين رجعت اثنين، هذا لتجعله أنت وهذا تعال الرافعة، معنى ذلك أوتوماتيكيا تقول لك أنك في ريجيم أو لا، معنى ذلك تتبعها. إذا كانت أربعة أجعلها أربعة، إذا كانت على حسب الريجيم. وهنا هذه كي تعمل حسب ما مرسوم هنا في العجلات. هنا كرابوطا مارش سكاربو سلطان دم بالماء، هنا الأولى وخاف، وهذه أولى أوتوماتيكية، وهذه يمشي الخلف مع بعض وحسب ما مرسوم هنا. هذه لا أدري ما هي تماما، أظن أنها لا أعرف بالضبط، لكني لم أستعملها. هنا الكات كات والكات دو حسب البوم، هذا اللي مرسوم هنا. هذه في القديمة كانت تعمل، فالآن ليست تعمل، كانت تعمل قديمة هنا وهنا وتعمل، ما هذا لا أدري لا تعمل أو لا، هذا كلهم مختصين بالمبرد. عندما تريد أن تخرج الأرجل بعدما تنزل السيسبونسيون بطبيعة الحال تنزل هكذا وتجعل هذا اللاكس هكذا، لقد أريتكم بطريقة عشوائية اسمحوا لي لأن الوقت دهمني، قلت لكم عندما تنزل السيسبونسيو ترفعها مستوى التوازن مثلها مثل الرافعات الأخرى كلها، قلت لكم من 30 طن حتى أظن 700 أو 800 طن كيف كيف، تأتي له هنا، هنا لا تخرج هذا المفتاح، معنى ذلك لا تستطيع أن تعمل لي بيبر دائما. هاي بالأفويت أريكم باختصار، لقد جعلت كم من فيديو هنا، انظر لقد رسموا أربعة F أربعة فيها سهم من هنا ومن هنا، معنى ذلك أن F أربعة تغير الاتجاه، انظر وهذه فيها بورسنتاج، معنى كل ما تخرج أرجل تعطيك نسبة مئوية كم أخرجت منها. هذه جعلت أوكي على الجهة المقابلة اللي من هيه، وهنا تختار الآن أو الاثنان. أنا أريكم هنا باختصار كي تفهموني، كل ما تجد خطا أزرق معنى ذلك الخط الأزرق يقابله هكذا، هنا تصعد الأرجل وتنزلهم
الجهه الامام مقابل السائق الرافعه، وهذه تخرج لي بوطو تدخلهم. في طبيعه الحال هكذا لا تعمل، تريد ان تخرج بالواحده ها تخرج لك واحده، لكن دائما تلمس هنا هذه ما مسه واحده تكفيها، هاي الجهه الاخرى وتخرج. عندما تريد ان تنتقل للجهه الاخرى اي افكات مباشره تقلب لك الجهه، هاي جهه السائق الرافعه. نفترض انك اخرجتهم، دائما الافكات انظروا هنا كيف تتغير، دير اوكي. او هناك طريقه اخرى تخرج بالاف ان تدخل مره اخرى هنا وعد ذلك بالافكات. عندما تنتهي من الافكات تاتي الى هنا جهه الارجل، من الاحسن انك تخرج بالاثنين بالاثنين حتى يلمسون الارض، هاي الجهه الخلفيه الجهه الاماميه، وتلغي الامام الخلفيه لانك اهبط نزلتهم، او مربع اسود معنى ذلك انك مشتغلها، عندما تضغط عليه مره اخرى يذهب. وترى الميزان، هاي الميزان تنتجعل في الوسط ولي هنا صفر صفر، معنى ذلك اكمل. دائما تخرج بالاف ان، وهذه لكي تطفئ المحرك وتشعله، دائما تلمس من هنا مره واحده، وهذه ستوب ارجونس. الان سوف اطفئها، اطفئها من هنا، اسمع عندما تتوقف. وعندما تريد ان تشعلها تجي هنا البوجي تشوفاج، ها هنا الان تستطيع ان تشعلها، هاي تزيد في دورات المحرك من هنا، انظروا الى هذا، وتنقص من هنا. عندما تنتهي دائما اف تخرج اف ان. عندما يكون المحرك مشتعل من الاسفل لا تستطيع لا تستطيع لا تستطيع ان تصعد لا فليش هذه وتنزلها، يجب ان يكون مشتعل من الفوق، ولا توجد بريز موفمون وقابس الكهرباء. اعيدها مره اخرى، لا يوجد هنا في البلوتوث قابس الكهرباء، لا يخرج هنا. معنى ذلك كما وريتكم من قبل، اطفئها من هنا واشعلها من الفوق، واجعل اف ويت اوكي كي تبروغرامي نفسها، ومن بعد ذلك اشعله لك ذاك المفتاح، تعرف انك تستطيع ان تصعد البوم وتنزله. والسلام عليكم ورحمه الله، واسمحوا لي على الاطاله. اطفئها، زيد كوكورو، وبعد ذلك اخرج واعلم اصدقائك كي لا تكون بخيلا. ها هي هنا. السلام عليكم ورحمة الله.